لون مستعرض معاكم بكجات البتل باس وصلت 18 بكج. خلونا نشوف وش يطلع. يلا بسم الله. اول بكج لون على سلاح الثرمايت ليجندري، هذا السلاح الرديف ل دوك روك. طبعا هذا ما لعب كثير. شوف شباب ليجندري ثاني لبس النوك. اوكي اللي بعده ابك ابك الفرد حق رمايت وبولس واش. متوقع اللون ذا بايخ الازرق. ايبك او ليجندري افضل شيء. واللون ذا بعد عادي. خس باكج ولا دوبلكت بعد. ايبك يعني حلو اللون. ايبك هذا كويس تحرق فيه. للآن 18 باكج نصها ما فيها شيء يستاهل. دبلكت هذا شيء صح. الأشياء اللي ما لعبهم كثير طلعت لي ألوان لهم وأشياء كثيرة لهم. الشخصيات اللي ما لعبهم جلاز ما لعبه. خلاص هذه هي كل البكجات للأسف ما أشوف شيء صراحة عجبني بمية بالمية.